الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لرسامة أساقفة جدد خلال مارس المقبل. أصدقاء المتابعين لقناة كوبت كوجي، أهلا بكم بفيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بننزله. تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لرسامة أساقفة جدد خلال شهر مارس المقبل للإبارشيات الخالية من الأساقفة على يد البابا طادرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فقد كانت المرة الأخيرة لرسامة أساقفة منذ عامين. وقد شهد العام الماضي رحيل عدد من أساقفة الكنيسة في الداخل والخارج وخلو الكرسي الأسقفي في عدد من الإبارشيات، والذين كان آخرهم الأنبا أثناسيوس، مطران مارسيليا وطولون في أكتوبر الماضي. ونستعرض خلال هذا الفيديو الإبارشيات الخالية من الأساقفة وتنتظر أسقفا جديدا. أولا إبارشية المنصورة، فقد رحل الأنبا داود أسقف المنصورة يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 عن عمر بلغ 66 سنة بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على 32 سنة رأى خلالها إبراشية المنصورة لمدة 20 سنة. وقد ولد إيهاب نظير خليل الاسم العلماني للأنبا داود في حي شبرا بالقاهرة يوم 25 يناير 1957 وترهبنا في دير البراموس بوادي النطرون باسم الراهب موسى البراموسي يوم 3 يوليو عام 1990. خدم لفترة قصيرة في سكرتارية المتنيح البابا شنودة الثالث قبل سيامته أسقفا، وسيم أسقفا لإبارشية المنصورة يوم 14 نوفمبر 2002، وبعد صراع مع مرض السرطان تنيح في نهاية عام 2022. ثانيا إبارشية نجع حمادي، تنيح الأنبا كيرولوس أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبو طشت ورئيس دير الأنبا بضابة بعد صراع طويل مع المرض فجر الخميس 22 ديسمبر 2022. وقد ولد الأنبا كيرولوس في 24 سبتمبر 1948 بمنفلوط في محافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، رسم راهبا باسم الراهب أنطونيوس الأنبا بولا في 17 أكتوبر 1973 بدير الأنبا بولا في البحر الأحمر، ثم رسم أسقفا على نجا حمادي وأبو تشت في قنا بيد قداسة البابا شنودة الثالث في 29 مايو 1977. ثالثا إبارشية مارسيليا وطولون، وقد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نياحة الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون يوم 23 أكتوبر 2023 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عاما. وقد ولد الأنبا أثناسيوس في هولندا في شهر مايو 1933 وترهبنا بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 5 مايو 1974، ثم سيم أسقفا عاما في 19 يونيو 1994 وتم تجليسه أسقفا للأقباط الفرنسيين في 13 يوليو 2013، ورسم مطرانا لمارسيليا وطولون في 28 فبراير 2016. رابعا إبارشية جنوب ألمانيا، وتنيح الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بعد صراع طويل مع المرض يوم السبت 5 أغسطس 2023، وقد ولد في 6 أغسطس 1942 وترهبنا في دير البراموس بوادي النطرون عام 1978 باسم الراهب ميخائيل البراموسي، وبعد رهبنته بقليل تم إفاده إلى ألمانيا حيث تأسس على يديه أول دير قبطي في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام وهو دير القديس الأنبا أنطونيوس، ونال درجة الأسقفية على يد البابا طادرس عام 2013. هذه كانت الإبارشيات الخالية من الأساقفة وتنتظر أسقفا جديدا. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.